حضراتكم مجددا وبرحب بضيفي دكتور محمود صقر رئيس اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجي. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور محمود. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. وصلنا ل 22 مليار ميزانيه البحث العلمي في مصر في الموازنه الجديده. صحيح. كام السنه اللي فاتت؟ كنا حوالي 17 مليار. السنه اللي فاتت 17 مليار، زدنا تقريبا حوالي 5 مليار جنيه. 5 مليار يعتبر كمعدل زيادة كبير جدا جدا. أيوة. هو يعني حضرتك معدل الزيادة من 25-30% في موازنة البحث العلمي. نعم. وده تقريبا أعلى تمويل وصلنا له يعني على الأقل على كما أتذكر أنا يعني في تاريخ البحث العلمي. نعم. تمويل كبير جدا. طبعا هو لسه برضو ما وصلناش الواحد في المية اللي منصوص عليها في الدستور. نعم. ولكن دي زيادة كبيرة في تمويل البحث العلمي في الفترة الأخيرة حقيقة. ده يتطلب إيه؟ هو اللي حاصل في البحث العلمي في الفترة الحالية هو مش بس زيادة في التمويل، ولكن هناك أيضا صدور مجموعة من التشريعات اللي هي بتحفز منظومة البحث العلمي في مصر، زي قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار اللي بيدي حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والبحوث في المراكز والمعاهد البحثية. نعم. إنهم يجنوا أرباح نتيجة تسويق الابتكارات. ده كان في القانون قبل كده ممنوع ومجرم، لأن دايما الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية هي مؤسسات غير هادفة للربح. نعم. وبالتالي ما كانش بيبقى مجتمع البحث العلمي معني أو ما عندوش الدافع القوي إن مخرجات البحث العلمي دي يتم تسويقها وتحويلها إلى منتجات. أيوه. لكن حاليا في ظل صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار اللي بيقول للباحث أو للعالم أو للدكتور إذا البحث العلمي بتاعك انتهى إلى نتيجة تطبيقية ومنتج وكان له عائد. أيوة. انت هتستفيد منه. آه. بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الحوافز المتعلقة بإعفاءات من الجمارك، من الضرائب، بتشجيع القطاع الخاص على دعم البحث العلمي، بتسريع عملية الشراء لمعدات البحث العلمي. كل دي حزمة من الحوافز بتساعد على خلق بيئة مشجعة للبحث العلمي في مصر. نعم. فالبحث العلمي ليس فقط تمويل، التمويل. أيوة. مهم جدا وهو عمود رئيسي في منظومة البحث العلمي، وليس فقط العنصر البشري اللي هو الأهم طبعا اللي هو الباحثين والمعاونين ومساعدوهم والفنيين إلى آخره، ولكن أيضا البيئة التشريعية والبيروقراطية اللي هي بتعوق البحث العلمي. مهم. المؤشر يعني او ترتيب مصر ايه في مساله الابتكار عالميا؟ واصلين لفين؟ هقول لحضرتك احنا يعني بامانه لازلنا في مرحله يعني او في ترتيب متاخر لا يليق ولا يناسب مصر ولا امكانيات مصر. ده مش كلام يعني بقى بنتكلم عن التاريخ، لا احنا بنتكلم على واقع مجتمع البحث العلمي في مصر في الوقت الحالي، والدعم اللي بيلقاه مجتمع البحث العلمي سواء كان دعم مادي في شكل تمويل او دعم سياسي او دعم تشريعي غير مسبوق. وانا بتكلم كلام بحث علمي يعني ماليش غير بتكلم كلام مجرد كلام يعني. واقع كلام واقع غير مسبوق. ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي حاليا في المرتبه 95. بس لازم برضو الناس تعرف ان احنا السنه اللي قبل اللي فاتت كنا في المرتبه 105، فاحنا قفزنا 10 مراكز للامام. تمام. واحنا طبقا لاستراتيجيه او رؤيه مصر للتنميه 2030. ايوه. المفروض تبقى المفروض مصر في المؤشر ده من اول من افضل 50 دوله، يعني المفروض نبقى. نعم. في المرتبه ايه 50. تمام. احنا الحمد لله بعد سنه من التنفيذ من قفزنا من 95 ل 50. نعم. بس ده بحلول 20. نعم. 30. نعم. بس اللي انا عايز اقوله ان احنا ماشيين كويس جدا، لان احنا كنا من سنه طبقا كنا في 105. ايوه. فبقينا 95 فتقدمنا 95.